السلام عليكم. اليوم حبيت أشرح لكم عن الـ RDAs وطريقة استخدام الـ RDAs. طبعاً الـ RDA اختصارها كلمة Reversible Dripping Atomizer، شنو بالعربي ما أدري، بس أنا أسميهم RDA كاختصار طبعاً لهم. وفي أنواع حق الـ RDAs، في أحجام الكبيرة اللي يستخدمونها أكثر شيء حق المنافسات، وأنا ما أيد هالشغلة لأنها يعني قاعد توصل وقاعد نسمع أخبار إن في ناس قاعدين يستخدمونهم بأماكن عامة كمجمعات ينفخون على العالم، وهذا غلط. يعني بينكم بين بعض ما في مشكلة عموما. وفي RDAs اللي تكون حجمهم صغيرة على أساس إنه تبرز النكهة، وهم من كثافة البخار تكون يعني ممتازة جيدة. فالـ RDAs الـ RDA اللي أنا راح أستخدمه اليوم اللي هو التوك بوت من أفضل الـ RDA الارديز اللي انا استخدمتهم. ليش؟ لان التوك بوت اي مع اكسسوارز وايد، اللي هم اكسسوارات، في اللي هو الاناركست كوم كاب، هذا يستخدمونه حق المنافسات، وفي نوع اللي هو الاسلام كاب، يكون الكاب صغير حق النكهة. وطبعا ما فيهم هالاثنين اير فلو كنترول، يعني ما تقدرون انتم تتحكمون بالسحبة مالت الار دي اي. في بعض الارديز تكون موجودة فيهم، بس هم اساسا منهم وفيهم مثلا الكام كاب ويا السلام كاب، يعني سحبتهم بالعكس زينة ممتازة ما فيها اي مشكلة. من كذي في ارديز يعني انواع وايد، على اساس تقدرون تختارون شنو اللي انسب لكم. انا بالنسبة لي هذا ممتاز. وهم استخدمت ارديز ثانيين اللي يكون فيهم اير فلو كنترول، ويكون هم بعد حق المنافسات جربتهم. عادة كل ما استخدم اي شيء ثاني اهم من ارد حق التك بوت، لان هذا اللي انا اشوفه اول، يعني هذا شيء راجع لكم. هذا الشغلة اللي راح تحتاجونها. الشغلة الثانية اللي راح تحتاجونها اللي هو الواير اسمه كانثل A1. الكانثل A1 في احجام، طبعا في وايرات وايد، في واير مثلا عندكم اللي هو التيتانيوم، في الواير الثاني اللي هو الستيل ستيل، في النيكل. انا ما بيعقدكم، افضل شيء انا اقول لكم تستخدمونه اللي هو الكانثل A1. وفي احجام حق الكانثل A1، في 32، في اللي هو 30، 28، في 26 اللي موجود عندي هني، وفي 24، وفي 22، 20، 18. في يعني وايرات وايد. ليش؟ شنو الفرق بينهم؟ مثلا لو تلاحظون بين الوايرات، الواير 26 اللي على اليسار أصغر من اللي هو الواير 24. الواير 24 راح تلاحظونه كثيف. شنو الفرق بينهم من ناحية الأداء؟ طبعا في فيديو أنا نزلته عن الريزيستنس وعن الأومز، إذا حابين تشوفونه تقدرون تدشون على الصفحة مالتي باليوتيوب وتشوفون الشرح عنه كامل. الواير 24 جيج راح يحتاج كهرباء أكثر، وراح تلاحظون كثافة البخار راح تزيد، وبنفس الوقت راح يكون حار، خاصة إذا قاعد تستخدمونهم على regulated mods اللي هي الأجهزة المنظمة، تقدرون تحكمون بالواط، تزيدون الواط، تنزلون الواط، راح تلاحظون أكثر. 26 أنا عادة أستخدمه أكثر شيء حق اللي هو التانكات الـ RTAs. الـ RTAs طيب نفس طريقة الـ rebuildable الـ RDAs، بس إنه على تانك، تسوون كويلات تحطونهم داخل التانك وتعبون التانك. هذا اللي أكثر شيء أستخدمه اللي هو 26 حق التاكات، وهم أنا أستخدمهم حق الـ RDAs، يعني ما في أي مشكلة تقدرون تستخدمونه حق أي شيء، بس تشوفون شنو اللي أنسب لكم. هذا من ناحية الواير اللي راح تحتاجونه. فأنا اللي راح أشتغل عليه اليوم اللي هو الواير الـ 24. الموضوع جدا سهل، ما راح يحتاج شيء. أنا ألف الواير على الدرنفيس الموجود عندي، وحجمه 3 ملي ديامتر. كل ما زاد كثافة الدرنفيس أو يعني حجم الكويل اللي راح تسوونه، الريزيستنس راح يزيد شوية، راح يرتفع، وإذا كان الدرنفيس أصغر راح ينزل شوية لأن حجم الكويل صغير. في عندكم تقدرون تستخدمون مثلا الكويل ميكر، يجي منه كذا حجم، مثلا 1 مليمتر في 1.5 في 2، 2.5، 3. وإذا تبون هم بعد شيء ثاني يكون أفضل، ممكن انكم تستخدمون اللي هو الكويل ماستر كيت. الكويل ماستر كيت بطلونه في كل مستلزمات اللي راح تحتاجونه عشان تسوون فيه الكويل، طبعا حاطين فيه قطن
في مقص، في واير كانثل، في عندكم نفس الدرنفيسات اللي تلفون فيهم الكويلات، وهم الاحجام اللي انتم تبونها موجوده فيهم. في اوم ريدر اساس تقرون الاوم كم تعرفون الاوم. في التويزرز موجودين، التويزرز في عندكم سيراميك تويزرز اساس تقدرون تضغطون الكويلات اذا ما كانوا يعني حارين. في عندكم درنفيسات موجودين، في تشلاتين، وفي هم من بعد اللي يقص الواير، ما ادري شنو اسمه بس المهم انه اللي يقص الواير تقدرون تستخدمون هذا. انا ما استخدمه عادة، انا تعودت على اني استخدم العادة التقليدية اللي يقولون عنها. تمام، الحين طريقة الكويل. طبعا مع الاستخدام وكثر ما انتم تسوون كويلات راح تعرفون شنو الريزيستنس اللي انتم تبونه. يعني انا اللي ارتاح له 0.3 0.4. حق المبتدئين تقدرون تاخذون احسن شيء الواير اللي هو 28 او 26 جيج، وتحاولون انكم تسوون كويلات ما بين اللي هو 0.7 0.8 او 1 اوم، لان من 1 اوم وتحت هذا يسمونه سب اوم. سب اوم انه راح يكون الاوم نازل كريزيستنس، يعني نازل، ومن اوم وفوق عادي يكون طبيعي. فراح اخذ انا الواير 24 جيج اللي موجود عندي، راح ابطل الواير وافتح لي لفتين. لفتين راح يكونون كافي على اساس اقدر اسوي فيهم كويلين اقص الواير. وهم راح اخذ الواير واقصه بالنص عشان اقدر اسوي لي كويلين. احط الواير تحت صبعي وتحت الدرنفيس واقضب الواير. من اقضب الواير الف. طبعا انا بسوي 7 لفات، لان اللي ابي 0.3 ولا 0.34، يا 7 لفات او 6 لفات ما راح ياثر. هذه لفة الاولى، 1 2 3 4 5 6 7. هذول 7 لفات، لو تلاحظون كلهم قرابين بعض. انتو تحت راح تشوفون 6 لفات بس فوق راح تشوفون 7 لفات. اخذ الدرنفيس اللي موجود عندي او اخذ المجلابتين واسحب الواير على اساس اني اضغطهم مع بعض. هذا كويل الحين خلص، واخذ المجلابتين واضغطهم ويا بعض. الكويل جدا بسيط، ما في حركات، ما في كلابتن، ما في سوبرمان، ما في شيء. كويل جدا بسيط. وهم من عقب ما احطه انا بالاردي اقدر ان وانا قاعد احرر الكويل اضغطهم مع بعض. الحين انا عندي كويلين زاهبين، لو تلاحظون هم لازقين مع بعض، بس ما في مشكله اقدر انا اسويهم لما احطهم بالاردي واسخنهم. الارديز يتكون من 3 فتحات، الجوانب هم السالب واللي بالنص راح يكون الموجب. فعلينا نسوي ندخل واير بالسالب وواير ثاني راح يكون بالموجب. هذا بالنسبة حق الكويل راح يكون على الجانب الأيمن أو على اليسار. المهم من الجانب الثاني راح يكون نفس الطريقة، بالصوب الثاني ندخل السالب، واير سالب الفتحة اللي موجودة بالسالب، واللي بالنص راح يكون موجب، ندخل واير بالموجب. دخلنا الواير، ناخذ جلابتين واسحب الواير من جانب. عقب ما اسحب الواير احاول كثر ما اقدر ما اخلي الكويل يحوش البوست على اساس ما يصير فيه شورت، وادز الواير شوي على جنب على اساس يصير بالنص. من عقب ما اخلص من هالعملية اخذ درنفيس واسكر على كويل واحد واخلي اللي بالنص مبطل. الحين انا سكرت على الواير اللي هو السالب، بس ما سكرته للاخر على اساس لا يقطع الواير، لان بعض الار ديز لما تضغطونهم او لما تسكرون عليهم اكثر ينقطع الواير. اهم شيء انه يكون البرقي او الدرنفيس، او اهم شيء انه يكون البرقي مسكر على الواير وما يخليه يتحرك، يكون ثابت. الحين انا حطيت كويل اللي عليه اني ادز هذا الكويل اللي او الواير اللي موجود بالسالب ادزه على اليمين، واللي بالنص ارفعه فوق لان عندي كويل ثاني راح احطه، او اني ادنيه على جنب فوق او على جنب ما راح ياثر.
حط الكول الثاني بالفتحة مالت الموجب، والواير الثاني دخله بالفتحة اللي هي مالت السالب. ندز الواير خليه بالنص وامسك النفيس واسكر على البرقي. الحين سكرت انا على الجوانب، اقدر اسكر اللي بالنص. بشوي اضغط عليهم او اني اتيت عليهم على اساس انه يكونوا ثابتين من غير لا يقطع الواير. عندي الحين انا كولين ذاهبين، اعدلهم، اسحبه شوي وادزه على اساس انه يصير بالنص، ونفس الشيء الواير الثاني او الكويل الثاني ادخل الدنفيس فيه، ادخل الدنفيس فيه عدله وادزه بالنص. صاروا اثنيناتهم نفس المسافة ونفس الحجم اثنيناتهم ونفس الارتفاع. الارتفاع راح اتكلم عنه بعد شوي على اساس انهم يتركون الكاب. اللي بعدها اقص الوايرات اللي موجودين، الحين نقرا الريزيستنس نشوف كم اوم الكويل اللي احنا مسوينه، وعقب ما نحرره كم راح يصير. اللي قاعد استخدمه حاليا الكويل ماستر، فبشوف انا كم اوم 0.3. راح تلاحظون ان الوايرات ما راح تشب كلها بنفس الوقت. هني راح نستخدم اللي هو السيراميك تويزرز علشان ان احنا نعدلهم. فاضغط انا على الدقمة، او اذا عندكم مواد حاطينها بالمواد تضغطون على الدقمة عشان تسخنون الكويلات. تضغطون الدقمة وتهدونها، ما تضغطونها مدة، بس علشان انه تحركون، يعني بس على اساس ان الكهرباء تدش بالكويلات. فاضغط الدقمة وهد، اضغط الدقمة وهد، اضغط الدقمة وهد، بس على اساس ان الكهرباء تحوش الوايرات او تسخنون الكويلات. ولا تلاحظون كويل واحد شاب ومو مضبوط والثاني نفس الطريقة، اضغطهم مع بعض. من ضغطهم مع بعض قام يشبون بطريقة صح، اللي هي من النص لبرا. الحين اخذ الكويل الثاني، الكويل الثاني راح تلاحظون انه مفتشج، يعني مو مضبوط مفتش. فأقدر أنا أعدله، أضغط على دقمة وأحرره، أضغطهم مع بعض. لو تلاحظون قاعد أرأس الدقمة وهد الدقمة. الحين من هد أنا الكويل راح يكونوا متقابل مع بعض، يعني كلهم متماسكين مع بعض. كولاتي كذي ذاهبة أقدر أحط فيهم القطن، وراح أقول لكم الحين إيش كثر القطن راح تحطونه. طبعا لازم الكويلات مع بعض يشبون بنفس الوقت. اذا بالغلط حطيتوا مثلا 8 لفات بكويل و6 لفات بكويل ثاني، راح تلاحظون ان الكويل الصغير راح يشب اسرع من الثاني، لان الثاني اكبر من الصغير. فمن كذي لازم تخلونهم اثنيناتهم نفس اللفات، 7 لفات 7 لفات، اذا كانوا 6 6 5 5. فالحين انا سخنت الكويلات اللي عندي ذاهبين، ان احط لهم قطن، اشوف مره ثانيه الريزيستنس عندي كم صار. زاد شوية، ليش؟ لأن عقب ما حاشتهم الحرارة تمقطوا شوي. هنا أنا سخنت الكويلات، بس عندي شغلة أبي أسويها قبل أن أحط القطن. عندي أنا الحين اللي هو التوب كاب، أبي أتأكد إن الفتحات الموجودين يكونون قدام الكويل بالضبط. فعقب ما أحط أنا الكويلات أركب الكاب، عقب ما أركب الكاب أشوف إذا الكويلات قدام الفتحات ولا لا. وعشان أتأكد زيادة، لما نضغط أنا الدقمة وأحرر الكويل، شوف أنا راح يشب كذي قدام الكويل بالضبط. نفس الشيء صوب الثاني.
قدام الكويل بالضبط، بس هالكويل هذا لاف شوية يعني مو صاير قدام، فشنو اللي أقدر أسويه الحين؟ أرتب الكويل وأدزه شوي، أسكر على الكاب، لو تلاحظون قدام الفتحات بالضبط، هذا قدام الفتحة وبنفس الوقت صوب الثاني قدام الفتحة. طبعا من ناحية القطن في أنواع وايد حق القطن، بس أول شيء أنا أنصحكم تغسلون يدكم من عقب ما سويتوا الكولات والدرنفيس وهالأشياء هذي كلها. القطن طبعا نستخدمه قطن طبيعي، قطن ياباني اسمه كوجن دو أو موجي، وموجي موجود بالكويت تقدرون تحصلونه بمحل اسمه موجي قدام ستاربكس اللي في جراند أفينيوز، أعتقد يمكن نص دينار أو 750 فلس، أنا خذيت يمكن 5 دنانير خذيت لي كمية كبيرة. فأهم شيء إن القطن يكون طبيعي مو معقم. الحين أشوف أنا حجم الكويل اللي عندي وأشوف القطن اللي أبي أحطه. القطن مو شرط إن تاخذون القياس بالضبط، لأن القطن أساسا يتمقط، فأنا على حسب الحجم مال القطن راح أقص تقريبا هالمسافة هذه، راح تكون كافية. أقدر أقصه بالنص على أساس إني أستخدمهم حق الكويلين، وأنا أشوف المسافة بالنص أقص. عقب ما أقص أخذ القطن ألفه وصوب واحد أفرع على أساس إني أقدر أدخله بالكويل. هذا الكويل أخذ القطن دخله داخل، وعندي مثلا سيراميك تويزرز أو التويزرز اللي عندي وأسحب كذي، صار القطن بالمسافة مالت الكويل أو مثلا بحجم الكويل، لا هو اللي كبير ولا هو اللي صغير، حجمه راح يكون ممتاز. نفس الشي صوب الثاني، دخله بالكويل واخذ التويزرز اللي عندي او الملقط واسحب القطن، اثنيناتهم نفس المسافة نفس الحجم ونفس الكثافة. الحين انا خلصت من اللي هو القطن، طبعا ما راح استخدم هالكمية، اخذ كمية اقل. الكمية الاقل مو معناته ان تقطرون اقل ولا اكثر، لا، على اساس ان السائل لما تقطرون عليه يوصل بسرعة حق الكويل، كل ما صار قطن أقل بسرعة يوصل حق الكويل، بس مو معناته إن تحطون شوية، لا، الكمية اللي تحطونها أهم شيء إنه تحوش الأرضية، على أساس إذا نزل القطن بالأرضية أو نزل عفوا على أساس إذا نزل السائل بالأرضية القطن ياخذ، فالمسافة هذه راح تكون جدا ممتازة. قصيت أنا الطرفين عدلتهم، اللي عليه الحين أسويه أخذ القطن ألفه وأخليه يحوش بس الأرضية، من غير لا أخلي القطن يصير تحت الكويل على أساس الهواء لما يجي أبي يحوش الكويل من تحت وفوق، وأدخل القطن تحت أخليه يحوش الأرضية نفس الطريقة. صوب الثاني نفس الشيء، اخذ القطن الفه دخله داخل خليه يحوش الارضية، واخر صوب اخر جانب نفس الطريقة. طبعا في ناس يسألون ايش كثر انا اقطر، ايش كثر تقطرون؟ على حسب كم الواط اللي انتم حاطينه، لان اذا حاطين واط عالي معناته بسرعة راح ينشف القطن، اذا حاطين واط نازل ما راح ينشف القطن بسرعة. وبعدين راح يبين من النكهة والكثافة، لما تشوفون بخار خفيف والنكهة قاعدة تخف كذي معناته انتم راح تحتاجون ان تقطرون مرة ثانية، بس حطوا بالكم لا مثلا تنشفون القطن لين يحترق. من كذي سوى واير اللي هو النيكل وسوى تايتانيوم وستيل ستيل، على اساس انه الواحد يقدر يستخدم اللي هو التحكم الحراري، تحطون درجة حرارة معينة انه لما ينشف الكويل ما يحرق الكويل. بس ما نبي ندش احنا بهاللاية، راح نستخدم اللي هو الكانثل وعلى طريقتنا. الحين راح اخذ سائل، السائل اللي قاعد استخدمه هولد فاست بيبر اسمه جوز،
علي اني اسوي بس اقطر بالنص، لان انا عادة لما احط الكاب لما اقطر اقطر بالنص. من اقطر انا بالنص لو تلاحظون القطن قاعد ياخذ السائل، وحما لما يحوش الارضية القطن قاعد ياخذ السائل. اول مرة يمكن راح تحتاجون تقطرون وايد، وهم تقدرون تحطون بالكويب اذا تبون. تمام، حطينا احنا القطن، نجرب الحين. اخر خطوة اسويها اسكر على الوايرات عدل. اخذ الكاب اللي عندي اركبه واشيل الار دي اي، وتدورون شنو افضل مود عندكم اذا كان ميكانيكال ولا ريجليتد مود. اللي قاعد استخدمه اللي هو الفيبر فلاسك على 46 واط، طلع 0.26. الحين شغال معي. اتمنى ان هالفيديو فاتكم بالمعلومات، واذا بغيتوا اي سؤال ممكن تسألوني باليوتيوب او الانستغرام تحت نيك نيم Q80 Vapor. يعطيكم العافية.